للمزيد حول انتهاكات كيان الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في المسجد الأقصى، سيما بعد صدور حكم محكمة الاحتلال يجيز للصهاينة أداء صلوات في باحات المسجد، ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس مدير المسجد الأقصى دكتور عمر الكسواني. دكتور عمر، بداية السلام عليكم ورحمة الله. لا زالت تبعات حكم المحكمة الصهيونية الذي أجاز للصهاينة الصلاة في باحات المسجد الأقصى يعني لا زالت يعني تتردد، كيف كانت الأوضاع اليوم في المسجد الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن ننظر بعين الخطورة لهذا القرار وتبعات هذا القرار في داخل المسجد الأقصى الذي يريد بالاحتلال أن يكرر الاقتحامات ويكرر أيضا أداء صلوات التلمودية ويشرعن هذه الصلوات التلمودية التي يؤديها المتطرفون بقوة الاحتلال بقوة سلاح وبحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة. هذا القرار هو استهتار بمشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة، استهتار أيضا ب 2 مليار من المسلمين، وأيضا هذا اعتداء على عقيدة المسلمين. فلذلك نحن نحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن ردات الفعل التي تحقن الشارع ليس فقط الفلسطيني وإنما الإسلامي بكل العالم بسبب هذا القرار الذي يستفز مشاعر المسلمين. فنحمل ردات الفعل لكل حكومة الاحتلال والاحتقان في الشارع سواء الفلسطيني أو الإسلامي، على ذلك يتحمل أيضا الاحتلال مسؤولية ذلك، لأن نحن ننظر بعين الخطورة لمثل هذا القرار الذي يأتي بعده ما بعده. ربما يطمع المتطرفون بعد مثل هذا القرار أن يكون هناك قرارا بأداء صلوات ليست صامتة وإنما بصوت عالي، أو فرض التقسيم الزماني والمكاني في داخل المسجد الأقصى المبارك. دكتور، الأنباء تتحدث عن منع الاحتلال المقدسيين ومن يأتون من خارج المدينة من الوصول للمسجد، كيف سيؤثر هذا التواطؤ من قبل قوات الاحتلال مع المستوطنين على مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى؟ هناك استهداف واضح للمصلين والمرابطين وسكان القدس وأيضا من أهلنا من جميع المحافظات في الوطن الذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. وعندما يصلون إلى أسوار البلدة القديمة يقوم الاحتلال إما باعتقالهم أو بإرجائهم إلى مدنهم، وذلك بحجج أنهم لا يحصلون على تصريح لدخول القدس والبلدة القديمة. وفي هذه الحجج هو يفرغ البلدة القديمة، يفرغ القدس من المصلين ومن المرابطين ويفرغ المسجد الأقصى، وبهذا يفرغ المسجد الأقصى من المصلين والمرابطين، ويقوم المتطرفون بما يحلو لهم في أداء صلوات المدية ومسيرات استفزازية وفرض واقع مرير في داخل المسجد الأقصى في ظل هذه الحصار الذي يفرض على البيت المقدس وخصوصا واستهداف واضح للمسجد الأقصى المبارك. طيب دكتور، الخارجية الأمريكية تدين استمرار عنف المستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين، كيف يمكن الاستفادة من هذه الإدانة الأمريكية والتي تعد الأولى منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض؟ على الدول العربية والإسلامية أن تستثمر هذا التصريح في أن يطبق عمليا ليس فقط استنكارا، أن يطبق عمليا في داخل البلدة القديمة وداخل القدس وأيضا داخل فلسطين، لأن المتطرفون يجرون المنطقة بأكملها إلى العنف. لذلك يجب أن يلجم هذا الاحتلال من انتهاكه المسجد الأقصى وحرمة المسجد الأقصى وانتهاكه لحق الشعب الفلسطيني الذي حتى الآن يمارس كل أنواع العنصرية وكل أنواع العنف من قبل الحكومة وليس فقط المتطرفين، من حكومة الاحتلال. فلذلك يجب أن هذه تستثمر من الدول العربية والإسلامية من أجل أن تطبق في داخل فلسطين وخصوصا القدس والمسجد الأقصى المبارك فيما يتعرض له من هجمة شرسة من قبل الاحتلال الذي يريد أن يفرض واقعا جديدا بقوة الاحتلال وبقوة السلاح وبشرعنة القضاء الإسرائيلي الذي نحن لا نعترف به في داخل المسجد الأقصى المبارك منذ عام 67،
إلى أن يرحل الاحتلال عن القدس. فالمسجد الأقصى بكل مساحته 144 دونم ما تحت الأرض وفوق الأرض حتى يصل إلى عنان السماء هو حق خالص للمسلمين، لا يقبل القسمة ولا يقبل الشراكة. نعم، عبر الهاتف من القدس مدير المسجد الأقصى دكتور عمر الكسواني، شكرا جزيلا لك.